نواصل معنا من ملعب مدينة أويما الغابونية مفاد قناة ميديان تيفي هناك الزميل نوفل العاملة. نوفل أهلا بك في البداية، صراحة نتيجة محبطة للمنتخب المغربي رغم تقديمه لأداء لا بأس به. الهزيمة نوفل ربما تعقد مهمة المنتخب المغربي في التأهل للدور الثاني مرة أخرى. مساء الخير عبد الله، تحية لك ولضيوفك الكرام. بالفعل نتيجة محبطة، نتيجة محزنة، نتيجة ربما بمقدار الكارثة إن صح التعبير، ولكن ليس علينا فقط ربما كصحفيين ومتابعين، ولكن على الجماهير المغربية وعلى اللاعبين المنتخب الوطني وأيضا على الجهاز الفني، لأنه من شاهد المباراة ربما سيقول بأن المنتخب الوطني من كان يستحق الانتصار في هذا اللقاء نظرا لما قدمه سواء في شوط المباراة الأول أو حتى شوط المباراة الثاني. ربما هي مرحلة فراغ فقط كانت في الخمس دقائق الثانية من شوط المباراة الثاني إلى تسجيل المنتخب الكونغولي لهدف الانتصار، هدف مباغت. المحمدي حاول إبعاد الكرة ولكنها عادت إلى جونيور الذي لم يرحم حارس المنتخب الوطني وتمكن من تسجيل هدف الخلاص. بعد ذلك بدأ مسلسل إضاعة الوقت والإصابات حتى أن حكم اللقاء احتسب ست دقائق كوقت بدل ضائع. الحكم الذي لا بد أن نشيد به الملغاشي حمادة الذي قدم مباراة صراحة في المستوى. على العموم المنتخب الوطني ليس من اليوم يعشق لغة الحسابات المعقدة، ولكن في كل الكؤوس الأفريقية التي ربما خمس نسخ أو ست نسخ الماضية يعشق لغة الحسابات المعقدة ودائما ما يحبذ الدخول بها حتى من أول مباراة. لا نستهين بمنتخب الكونغو، منتخب الكونغو منتخب قوي متماسك، ولكن يعني كما قال مدرب منتخب الكونغو في الندوة الصحفية قبل ساعة من الآن، قال بأن المنتخب المغربي فرض هيمنته وسيطرته، ولكننا حاولنا أن نجعل تلك السيطرة محصورة في مناطق الوسط وألا تنتقل لمناطق الجزاء لكي لا تشكل علينا الخطورة التي ممكن أن تؤديها لهدف السبق. حتى حارس المنتخب الكونغولي قدم مباراة جيدة وصد عدد من الكرات أهمها ربما رأسية يوسف العربي التي كادت أن تهدي المنتخب الوطني التعادل. المباراة كانت قوية، المنتخب الوطني استحوذ على اللاعب، ولكن ربما هيرفي رونار بدل التكتيك ربما ثلاث إلى أربع مرات، ومعك ناس لهم خبرة كبيرة في كرة القدم ودراية في كل ما هو تقني ربما يحللون ويفسرون، إلا أن علامة الاستفهام التي تبقى ربما على هيرفي رونار هي التشكيلة المختارة. يعني بوحدوز لم يلعب أي لقاء مع المنتخب الوطني، لم يكن في معسكر الاستعداد في العين الإماراتية. نعم كانت هناك فراغات لابد من سدها من خلال الإصابات التي ألمت بعدد كبير من اللاعبين والركائز الأساسية داخل المنتخب الوطني، ولكن دخول أيضا مثلا المهدي كارسيلا على سبيل المثال للحصر ربما لم يخدم وسط ميدان المنتخب الوطني. فيصل فجر دخل متأخرا، يوسف العربي دخل في الربع ساعة الأخيرة، ولك أن تتمعن في اللقاء والمنتخب المغربي لعب أكثر من 16 دقيقة ضد منتخب كونغولي منقوص العدد يلعب بعشرة لاعبين ولكنه لم يتمكن من التسجيل. عقدة التهديف دائما وأبدا تبقى ملاصقة للأسود، ولكن السؤال الأهم أيضا لماذا مثلا لعبنا مع كندا وفنلندا، لماذا لم نلعب مع منتخبات أفريقية ممكن أن نشهد تلك القتالية التي يحتاجها اللاعب المغربي في مباريات رسمية من حجم كأس الأمم الأفريقية. وشاهدنا القتالية وشاهدنا الثنائيات التي تكون بين اللاعب المغربي واللاعب الكونغولي وكيف يكون الاحتكاك والاصطدام وحتى سقوط عدد كبير جدا من اللاعبين، وذلك ربما كان في امتحان رسمي، أما لو كان في امتحان ودي سيستفيد عدد كبير من اللاعبين الذين تم إقحامهم كأساسيين اليوم من هذا الدرس الأفريقي أمام منتخبات سيواجهون أمثالها ونظيراتها في كأس الأمم الأفريقي. ولكن للأسف أثرنا أن نلعب مع كندا ونلعب مع فنلندا، وبالتالي لم نأخذ ربما تجربة ودرس لكأس الأمم الأفريقية، لم نتزود بشيء بصراحة. هيرفي رونار حزين على النتيجة ولكنه يقول أنها نتيجة مباراة واحدة من بطولة، لا زال هناك لقاء الكوت ديفوار، لا زال هناك لقاء الطوغو، وإن شاهدنا منتخب الطوغو بوجه مشرف يظهر اليوم وأيضا شاهدنا منتخب الكوت ديفوار بوجه محتشم، يعني أن كل شيء ممكن في المجموعة، ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان. كان على المنتخب الوطني أن يحوز على الثلاث نقاط ولكنه فرط بها، خاصة أنه بدأ وقدم شوط أول مثالي صراحة من الاستحواذ وصولا إلى مناطق الخصم والتهديد عبر الكرات الثابتة عبر أيضا التسديدات، ولكن للأسف لعنة التهديف وعدم زيارة الشباك هي التي التصقت من المنتخب الوطني. سنؤجل النقد إلى ما بعد انتهاء الدور الأول في حالة التأهل وتحقيق المبتغى، سنرفع القبعة لهيرفي رونار، ولكن في حالة الإقصاء بكل صراحة كل من تسبب في هذا الإقصاء سيتم الحديث عنه وبدون أي رقابة. عبد الله نوفل عاملة، شكرا جزيلا لك، سنعود إليك لاحقا إن تبقى لدينا وقت.